ماريا ألف مبروك. شكرا. معدل 1995 هنا في ولاية باتنا الأول وطنيا، ألف مبروك مسبقا. احنا تنبأنا باللي ولاية باتنا كانت راح تحت المرتبة الأولى، والحمد لله راكي الأولى وطنيا. كلمة بهذه المناسبة وألف مبروك مجددا. قبل كل شيء نعرفكم بنفسي، أنا تلميذة مازوزي ماريا المتحصلة على معدل 19.95 والأولى ولائيا ووطنيا. قبل كل شيء أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة النجاح. أشكر كذلك والدي على كل مجهوداتهم المبذولة، كما أريد أن أشكر مدير المؤسسة الأستاذ مستيري وكل طاقم العمل، وأشكر كذلك للأساتذة الكرام على كل مجهوداتهم المبذولة. كما أيضا أود أن أهنئ كل تلاميذ الناجحين، وأتمنى حظ أوفر للتلاميذ الذين لم يوفقوا هذه السنة. ماريا، ممكن تحدثينا عن فترة الدراسة في المدرسة هذه الخاصة، كيفاش كانت في الفترة قبل الامتحانات؟ يعني بالنسبة للمدرسة الخاصة كان في اختلاف بالنسبة للمدرسة الخاصة والمدرسة الحكومية. الاختلاف هو أنه حنايا هما بمجرد ما أنهم اجتازوا الامتحان التجريبي، يعني كما يقولوا هذاك البيان بلون، يعني هما كما يقولوا عطاهم العطلة. بصح بالنسبة لنا عطاونا أسبوعين مراجعة كتبونا فيها دروس اللي ما كناش فاهمينهم، أساتذة ما بخلوش علينا بمعلومات، يعني فهمونا جميع النقاط اللي ما فهمناهمش، زادوا ركزونا عليهم، يعني نشكرهم بزاف على هذه المجهودات هذو. نشوف فيك فرحانة اليوم، فرحة لا توصف، فرحتي الجزائريين الكل، حتى اللي في المرتبة الأولى وكانت من باتنا في العديد من المرات وهي تحت الصدارة، الحمد لله فرحة بادية على وجهك. رسالة توجهيها للطلبة اللي نجحوا مام اللي ما نجحوش؟ بالنسبة للطلبة اللي ما نجحوش، الحاجة اللي نقولها لهم أنهم ما يستسلموش، ما يفشلوش، كل ما عليهم أنهم يبذلوا مجهودات أكبر، أنهم يركزوا على دراستهم أكثر، يقوي صلتهم بربي ويصليوا المهم ويجتهدوا في الدراسة. بالنسبة للناجحين نشكرهم، نهنئهم على هذا النجاح، ونتمنى لهم أنهم ينجحوا مزيد من النجاحات في مسيرتهم الدراسية، ونتمنى لهم أنهم يجتهدوا أكثر لتحصيل مستويات أعلى. الفرحة، ما حكيتيش على الفرحة نتاع اليوم اللي سبيسيال ليك تيا. بالنسبة للفرحة تاع النجاح، فرحة لا توصف، يعني ما كانش فرحة تكون قبل فرحة تاع النجاح، يعني فرحة كبيرة، سورتو فرحة تاع انك تشوف والديك فرحانين، فخر المؤسسة، فخر لنفسك، فخر لوالديك، يعني فخر كبير يعني. شكرا ماريا، ألف مبروك مجددا. كان معكم عبد الملك شرفاوي من القناة الوطنية من ولاية باتنا.